مباشرة لجنيف، هذا المؤتمر الصحفي لمنذر رقبيق، المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف 2، لنتابع. دعوني فقط أرد على سؤال واحد بالنسبة لقائمة المعتقلين. لقد نعم أعطينا قائمة فيها 10,000 من الأسماء من المعتقلين ومن بينهم النساء والأطفال. هل لديكم أولويات؟ الأولويات هي للنساء والأطفال وأولئك الذين هم من الضعفاء. الفارس الذهبي عدنان قصار الذي اعتقله باسل الأسد منذ 21 سنة، هل اسمه مطروح ضمن ملف التفاوضات أستاذ مدير؟ أنا واقع بأن هذا الاسم موجود هناك. هل ستطلقون أيضا أسرى؟ قبل كل شيء، طبعا الجيش السوري الحر ليس لديه أسرى من المدنيين. الجيش السوري الحر لديه أسرى حرب وهم مقاتلون، كانوا يقتلون الشعب السوري. النظام لديه السجناء المدنيون مغلبهم، نتكلم عن أيضا معتقلي الرأي. أي واحد يتحدث ضد النظام أو ينشر مثلا مقالا أو ينتقد أو حتى يشارك مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي بأي طريقة يراها النظام أنه يدعم الثورة فإنه يعتقل ويعذب. هل هناك أي إجراءات ستقومون بها من جانبكم؟ بعد الظهر نفس الموضوع، المعتقلين. أنتم هلأ معتقلين ولا حمص؟ مجموعات لخطف ناس. هل تعطون أي شيء مقابل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين؟ نحن نعطي الأولوية كما قلت، الأولوية تعطى للنساء والأطفال وأولئك الضعاف الذين مثلا مصابون بمرض ويحتاجون إلى عناية، فنعطيهم الأولوية. طبعا إذا كان هناك أخذ وعطاء كما قلت، فإن الجيش السوري الحر لديه فقط أسرى مقاتلون وليس لديه أي أسرى من المدنيين. فيما يتعلق بحمص، النظام اليوم أعلن أنه لن يسمح للقوافل بالدخول ما لم يتم الاتفاق على ترتيبات. أنتم هل ستؤمنون وصول هذه القوافل كما أم أنكم يعني ستستجيبون للطلب الذي أعلنه الإبراهيمي؟ هل هناك قوافل ستسمحون لها بالوصول إلى حمص يوم غد؟ نعم، نؤكد أن القوافل سوف تدخل بأمان. أصلا أهل حمص ليس لهم أي مصلحة في اعتراض طريق القوافل، لأنهم هم يريدون ذلك، هم الذين يتضورون جوعا ويريدون هذه المساعدات. الطرف الوحيد الذي يمنع هذه القوافل من الدخول هو نظام الأسد عن طريق وجود حواجز يمنع قوافل الهلال الأحمر والصليب الأحمر من الدخول إلى مدينة حمص وإلى مناطق أخرى في سوريا. ماذا أعتقد النظام الوفدي؟ الاتفاق مع النظام فيما يخص حمص، بعثة النظام قالت إنها ستعود إلى دمشق وسيعودون اليوم ليردوا علينا. يسير موضوع تبادل الأسرى والحديث عن فك المعتقلين. I'm not going to speculate. Let's see. أنا لن أتكهن الآن وسننظر كيف سينتهي اليوم. نرى كيف سوف ينتهي هذا اليوم. يوجد لدينا مؤتمر صحفي للناطق الرسمي مساء كما كان بالأمس، وسوف نعطي ملخص لما حصل اليوم خلال المفاوضات كلها. عن المعتقلين بس، كم واحد بالدفع تم تقديم قوائم. سوف نحاول اكبر قدر ممكن. طبعا كما ذكرت المعاناة كبيرة جدا بالنسبة للعائلات. قدمنا قوائم من عشرات الاف المعتقلين. انتم تلقيتم قوائم؟ خلي كمل استاذ منذر، ارجوك عيد الاجابة لانه مواطن مهم هذا الموضوع. الله يخليك. قدمنا قوائم من عشرات الاف المعتقلين لدى النظام بما فيهم الاف النساء والاطفال، ونعتقد ان اكثرهم يعذب بشكل يومي، وهناك الكثير منهم يموت تحت التعذيب بشكل يومي. وقد ايه العدد من جهتكم؟ ليس لدينا معتقلين مدنيين. الذين المخطوفين عند المنظمات بالشمال، عند المنظمات الاسلاميه بتمنوا عليهم؟ اي منظمات؟ بينهم صحفيين. استاذ منذر ما عم ترد على هذا السؤال، رح نقول انه ما ردت. اي سؤال ريتا؟ المخطوفين عند بالشمال وبين اي منظمات؟
المنظمات الإسلامية متطرفة الجهادية. الجهادية. كما تعلمون أن المنظمات القاعدة هي ليس لنا علاقة بها وليس وبالعكس نحن نحاربهم. وإذا كانت منظمات الإرهابية القاعدة لديها مقتطفين فهذا أمر هو خارج موضوع التفاوض. نحن نمثل الشعب السوري والجيش الحر الذي يدافع عن أهلنا ضد بطش النظام. والجيش الحر لديه فقط أسرى حرب قبض عليهم وهم يقاتلون ويقتلون الشعب السوري. شكرا.